خليني أروح لدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة، وأطمن منه على يعني هذه أولا الزيادة وتطبيقها من شهر إبريل والاستفادة الخاصة بالأسر المصرية. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم وعلى السادة المشاهدين جميعا. طيب يعني يمكن احنا بنقول احنا بنتكلم على اكثر من 5 مليون اسرة مصرية والاهتمام بيهم، وايضا نسبة الزيادة دي ايضا هتقدر كمان تساعدهم خاصة للارتفاع اللي حاصل نتيجة للأزمة العالمية. تفضل يا فندم. هو طبعا نسبة الزيادة طبقا للتوجيهات السيد الرئيس كانت بداية من شهر ابريل الماضي زيادة 25% لأسر تكافل وكرامة، الزيادة على المبلغ الإجمالي الحاصلين عليه، وتم تنفيذ الزيادة بداية من طرفية إبريل للشهر حاليا للشهر الثالث على التوالي بيتم صرف الزيادة، ومنتظمين في الصرف إن شاء الله على مدار بشكل منتظم على مدار السنوات القادمة. بدأ الصرف النهاردة لجميع الأسر المستفيدين تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية. طبعا جميع المواطنين أو جميع مستفيدي تكافل وكرامة دلوقتي طبقا لتطبيق سياسة الشمول المالي داخل برنامج تكافل وكرامة بيستطيعوا الصرف على مدار ال 24 ساعة من أي مكنة ATM سواء البنك الأهلي أو بنك مصر أو جميع البنوك المصرية، بالإضافة للي يمكنهم الصرف أيضا من مكاتب البريد. في خبر هام جدا بالنسبه لجميع اسر تكافل وكرامه اللي لديهم ابناء في الثانويه العامه حاليا، بداوا امتحانات الثانويه، في منحه دراسيه في الجامعات الخاصه اللي هي بالتعاون مع الجامعه الامريكيه، اعلنت عنها الوزاره خلال الايام اللي فاتت عن فتح باب الجامعه لطلاب اسر تكافل وكرامه. طب خلينا، لان ده خبر هام جدا وخصوصا احنا في ايام امتحانات الثانويه العامه اصلا، خلينا يعني نرجع تاني نقول الخبر ده، المنحه قد ايه، وهي ايضا بتشمل كل من لديهم تكافل وكرامه سواء الام او الاب، فالمنحه دي للطلاب اللي هو يعني هيكون مسجل طبقا لهذه الاسره. اتفضل يا فندم. هو دي منحه للدراسه، منحه طبقا لتكافل الفرص التعليميه للدراسه في الجامعات الخاصه، بتقدم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لأسر تكافل وكرامة لأبنائها اللي يتفوقوا إن شاء الله في الثانوية العامة بمجموع كبير إن شاء الله، فيبتدوا يسجلوا. التسجيل بدأ منذ الأيام الماضية ومنتظم حتى 2 يوليو. المنحة دي بيقدمها برنامج اسمه المنح الجماعية وبرنامج رواد وعلماء مصر، بيتقدموا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بيقوم على تنفيذ المنحة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. حددت الجامعة الأمريكية للقاهرة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وشروط وخطوات الالتحاق بالمنحة والدراسة المتاحة، بالإضافة لشروط الحفاظ على المنحة الدراسية. يعني المنحة هتبقى يا فندم كاملة، مثلا لو الطالب المتفوق اللي هيخرج من الثانوية العامة بمجموع أكيد متفوق كبير هيقدر ياخد منحة جامعية طبقا للدراسة اللي هو هيحصل عليها، يعني طوال فترة دراسته يعني الجامعية. طبعا دراسة في الجامعة الأمريكية منحة يعني إعفاء كامل من المصروفات في الجامعة، الجامعة الخاصة سواء الجامعة الأمريكية أو جامعة زويل أو جامعة الجلالة، دي من ضمن ودي لثالث عام على التوالي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، ومتوافر ما يقارب من 250 فرصة من أبنائنا في أسر تكافل وكرامة المتفوقين للحصول على هذه المنح. أكيد. طيب نرجع تاني بقى وأسأل حضرتك، يعني هذه الزيادة الـ 25% اللي تم تطبيقها من شهر إبريل، يعني كمان هي عملت زيادة على الدولة، يعني كلمنا عن نسبة الزيادة. هو نسبة الزيادة طبعا في ميزانية تكافل وكرامة في الفترة الأخيرة طبقا للتوجيهات الأخيرة، زادت ميزانية تكافل وكرامة من 22 مليار أصبحت الآن 31 مليار في الفترة الأخيرة، وطبقا لآخر سنة من ديسمبر 2022 حتى الآن كان في توجيهات رئاسية طبقا للظروف اللي بيمر بها العالم لإضافة مليون أسرة مستفيدة لأسر تكافل وكرامة، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة 5,200,000، بإجمالي أفراد 22 مليون فرد مستفيد من تكافل وكرامة، بالإضافة أن في مسجل على قواعد تكافل وكرامة ما يقارب من 40 مليون مواطن
احنا بنشتغل في تكافل وكرامه على ال40، في تكافؤ فرص تعليميه، في تكافؤ فرص صحيه، في تمكين اقتصادي، ده بيتم على قاعده البيانات شامله. بالاضافه للدعم النقدي هو بيقدم لل22 مليون مستفيد، بالاضافه ان الحمايه الاجتماعيه ليست دعم نقدي فقط، بيقدم لجميع اسر تكافل وكرامه تدخلات الحمايه الاخرى، سواء اعفاء كامل من التعليم مجانا، صحه مجانيه كامله سواء علاج او عمليات لجميع اسر تكافل وكرامه. بالنسبه لبطاقات تموين وبطاقات دعم الخبز لجميع اسر تكافل وكرامه، بالاضافه ان بنشتغل على سكن كريم والحياه الكريمه لجميع اسر تكافل وكرامه والتدخلات الاخرى. فتكافل وكرامه دلوقتي عباره عن مجموعه حزم حمايه اجتماعيه متعدده وقويه وسريعه، تستطيع ان هي تقدم للاسر، وليس المبلغ اللي بيقدم لاسر تكافل وكرامه فقط، ولكن بيقدم لها حزم حمايه اجتماعيه قويه دلوقتي تستعيد الاسره، ان طبعا مش شايله هم مصاريف التعليم، مش شايله هم مصاريف الصحه، في مصاريف شهريه تقدم ضمن المنحه بالنسبه للطلبه اللي في المدارس في تكافل وكرامه، المساعدات في منح يعني يعتبر شهريه على مدار ال 12 شهر، بالاضافه للاعفاء من مصاريف المدرسه كامل، بالاضافه ان في العام الماضي تم اعفاء ما يقارب 5 مليون تلميذ من اسر تكافل وكرامه المفقودين فوق ال 22 مليون. ده شيء جميل وكله الحقيقه تكافل وكرامه. انا بشكر حضرتك جدا دكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامه.